العربية. نتحول مع حضراتكم لمتابعة هذا المقال الذي نشرته صحيفة الرياض السعودية، وفيها يشرح الكاتب كيف تكونت الدول، ويلمح هنا إلى خصوصية لمصر. صحيفة الرياض السعودية في مقال بعنوان الدولة الوطنية والشرعية الأيديولوجية للكاتب سعود عبدالله القحطاني، يقول في تفاصيل هذا المقال: إن الخطاب الذي يصفه بالإسلاموي بطبيعته لا يؤمن بالدولة القطرية ولا يعترف بالحدود الدولية. هو قام بالأساس على وهم إعادة الخلافة الإسلامية إلى وضعها السابق، وهو في أساسه هنا لا يعيره تماما لعدد من المتغيرات السياسية والاجتماعية، تماما مثل غيره من الخطابات الأممية كالخطاب الماركسي على سبيل المثال. يضيف الكاتب هنا أنه كان دخول العرب والمسلمين في مرحلة الدولة الوطنية دخولا متأخرا نسبيا حسب ما يرى الكاتب. الدكتور تركي الحمد يشير في ورقة قيمة حسب ما يراها كاتب المقال بعنوان تكوين الدولة القطرية والمنظور الوحدوي، يشير إلى أن نشأة الدولة القطرية العربية كانت بناء على مصادر ثلاثة: الخصوصية القطرية التاريخية مصر نموذجا، وحركات التوحيد القطرية السعودية نموذجا، والخلق الاستعماري الكامل مثل عدد من دول المشرق العربي التي تعرضت لتفتيت استعماري.